استعدوا لبدء المرحلة التالية من الاختبار. الامتحان التالي للمتسابقين سيكون في مادة الطهي. سيئة جدا. ما هذا؟ سيء. هل تسمي هذا طبق السوشي؟ هكذا تشعر بشعورنا. ماذا تقولين؟ أنا ماهر جدا في صنع هذا النوع من الطعام. إنه سهل جدا. مستحيل. أخفقنا، لم ينجح أي واحد منا. كنا أغبياء. هذا مستحيل، سيتوقف الاختبار هذا العام. قل للجنة العليا هذا ما جرى. ستبقى النتيجة هكذا لأنني أرفض تعديلها. على هذه الحالة يمكن أن يتوقف الاختبار الآن. هذا لا يهمني، هل تفهم هذا يا بوهارا؟ هذا مخيف. أنا المسؤولة هنا، أتعترضون على النتيجة؟ هيا تكلموا. هذا غير ممكن. أجل، لا يجوز أن نخفق في الاختبار من أجل مادة الطبخ فقط. هذا حكم تعسفي ظالم. يبدو أننا أمام مشكلة كبيرة. ما الذي سيحدث؟ هذا غير ممكن. لن تقبل اللجنة العليا هذه النتيجة. أرجوك يا آنسة مينج، أعطينا وقتا إضافيا لنثبت لك أننا كفر. النتيجة لا تقنعني. اسمعوني جيدا، أنا لن أعود قبل أن أتابع اختبار الصيادين حتى النهاية. رجل مشاكس، إنه يتألم من هذه النتيجة القاسية يا يوريو. اسمع يا جون، حاول ثانية. سأحاول. هذا الحل لا يعجبني. هدفي أن أصبح صيادا لا متذوق أطعمة. أحسنت. حسنا، نريد أن نشاهد كيف تطهين السوتشي. أنا أكره هذا الأمر، لكن لا بأس. اسمع يا صاحب الرقم 255، ستشاهد كيف يكون الصياد ماهرا في كل شيء. لن تكون إدارة الاختبار راضية عن هذه النتيجة. يجب أن تكون هناك نسبة من الناجحين في هذا الاختبار. انتظروني ساعة واحدة فقط. ساعة؟ ماذا تفعل؟ ربما كانت تمرينات ضرورية. الموقف يزداد سوءا، يجب أن أتصل بإدارة الاختبار لأخبرها. قد يتوقف الاختبار على هذه الحالة. إنها فتاة عنيدة في قراراتها. لا أحد يرد، وقد أقفلت هاتفها الجوال. إنه يعطي رسالة إلكترونية لإعادة الاتصال. أنا لم أرى في حياتي كلها فتاة أعند منها. تدافع عن قراراتها حتى آخر لحظة. هذا صحيح، لكنها لا تقبل بوجهات النظر التي تخالفها في الرأي يا سيدي. فالغاية من اختبار الطبخ معرفة قوة الملاحظة عند المتسابقين لا تعجيزهم. لقد فات الأوان على مثل هذا الكلام الآن. لدينا بعض الصيادين الذين يتميزون بمزايا غريبة جدا. أقل ما فيها أنهم عنيدون جدا بقراراتهم، ولهذا يتم اختيارهم للإشراف على الاختبار. إلا أن بعض تقديراتهم قد لا تكون دقيقة دائما. لقد تبنت اللجنة الخاصة باختبارات الصيادين قرارا أنه لا يحق لأي مشترك أن ينتقل إلى المرحلة التالية إلا بقرار من المسؤول عن الاختبار الأول، وهنا تكمن المشكلة. وجدتها. انظروا، لقد مضت ساعة كاملة. هل تظن أنها ستنجح؟ مرحبا. ها قد عدت كما وعدتكم. كيف تكونين قد وفيت بوعدك وقد عدت خالية اليدين؟ كنا ننتظر منك أن تأتينا بأكلة السوتشي يا آنسة مينش. يا لك من فتى قليل الملاحظة. ألم ترى ماذا أحمل معي هنا؟ ما هذه الطبخة؟ هذا تحلب.
لكنه ليس من الطحالب العادية. أحسنت أيها الفتى، أنت قوي الملاحظة. تحلب ماذا؟ نعم تحلب، لكنه ليس تحلبا عاديا، إنه تحلب مميز. عندما نقطعه قطعا ناعمة هكذا ونرشه فوق الرز المطهو جيدا يتكون عندنا السوتشي. أذكر أني تذوقته يوما ما. قولوا لي، ما رأيكم الآن؟ وكيف تريدين منا أن نأكل هذا الطحلب؟ دعوا الأمر لي يا شباب، سأجربه أنا. لا يا جون، احذر، فقد تصاب معدتك. سأقبل شهادة هذا الفتى على الطعم. أليس مقززا؟ هيا الفظه من فمك يا جون. أهو لذيذ؟ لا أدري. قل بوضوح، أهذا الطعام لذيذ أم سيء الطعم؟ لم أذق شيئا كهذا من قبل، أستطيع القول إن طعمه غريب جدا. نعم، معك حق أن تقول مثل هذا الكلام أيها الصغير. لقد أخذ هذا الطحلب من وكر الدب ذي القرون، والذي يعيش في جبال لورو خلف مستنقعات نومير، ولم يبق الكثير من هذا النوع في العالم، فقد جار الصيادون عليه وكاد ينقرض. هذا يثبت أنها من أفضل الصيادين عندنا. وكر الدب، قطعت كل هذه المسافة من هنا إلى مستنقعات نومير التي أخفق في اجتيازها كثير من المشتركين، ودخلت في وكر الدب ذي القرون وأحضرت من هنا كذلك الطحلب. ليس هذا الأمر وحسب، قطعت كل ذلك في ساعة واحدة. إنها صيادة رائعة حقا. والآن قل لي أيها الفتى، ما رأيك بعد أن تذوقته؟ أنا أحتاج إلى أكثر من لقمة لأحكم. حسنا، تستطيع أن تأكل ما شئت بعد أن تخبر ذلك الضخم عن طعمه. لا أسمح لك بإهانتي هكذا. ثم لا تنسي أن لكل إنسان ذوقه الخاص، فهذا يحب الحلو وذلك يحب المالح، وقد لا نجد شخصين في العالم لهما ذوق واحد أبدا، حتى ولو كانا توأمين يا آنسة. لا أحد يقول عن اللذيذ إنه سيء. كلام غير دقيق. هذا صحيح، فالأذواق متفاوتة بين الناس يا آنسة. إذا لم يتم تعديل القرار فأنا مضطر إلى أن أشتكي إلى اللجنة العليا لاختبار الصيادين، ولكن ليس قبل أن ألقنكم درسا لن تنسوه بسبب هذه المعاملة. كنت قويا جدا، ولكن يا سيد بدأت فاحتمل. هذا يكفي، ينبغي ألا تحدث مثل هذه الأشياء في الاختبار، هل سمعتم؟ هذا صحيح. لا يستطيع أحد أن يشكك في قدراتك العالية، فأنت واحدة من الصيادين المميزين الذين اختيروا ليكونوا في لجنة التحكيم. لكن اسمح لي بأن أقول لك إن نتيجة هذا الاختبار الذي وصلت إليها فيها نظر. أنا أتحمل مسؤولية قراري. اسمعوا، ليس لدي النية لتغيير قراري، فقد كنت أبحث عن قوة الإرادة في التحدي لاكتشاف الأشياء المجهولة لديكم جميعا، لكني لم أجد أحدا منكم يمتلك تلك الرغبة العالية في اكتشاف المجهول. ليس بهذه القسوة يا آنسة مينج، سنظلمهم إذا لم ينجح أحد في هذا الاختبار. انظر هناك، شعار الصيادين. حدث غير عادي، رئيس لجنة التحكيم يحضر شخصيا. من يكون ذلك العجوز؟ قالت مينش إنه رئيس لجنة التحكيم. أهلا بك يا سيدي. إنه رئيس رابطة الصيادين، إننا نرحب بك يا سيدي. إنني أشكركم جميعا على هذا الترحيب، نادرا ما يراني أحد في اختبارات الصيادين. حسنا آنسة مينش. نعم. اسمعي، لا أريد أن أتدخل كثيرا في جزئيات اختبار هذه المرحلة. مينش متوترة جدا، وهذا يدل على أن هذا الشخص مهم،
في الجزء الثاني من هذا الاختبار كنت تختبرين شدة الملاحظة وقوة الإرادة لدى المشتركين، أليس هذا صحيحا؟ بلى، فقد كان هذا ما أردت الوصول إليه في هذه المرحلة، ولهذا أيضا اخترت لهم اختبارا قد لا يكون سهلا عليهم أبدا. وهل كنت على حق؟ لا أدري، لقد أبديت وجهة نظر قاسية، فبسبب تقويمك النهائي شعر جميع المشتركين بالإحباط ولم يعودوا قادرين على المتابعة، وتعلمين أن هذا ليس هو ما نريده من هذه الاختبارات. نعم، لكن بعض المشتركين استخف بمادة الطهو، وهذا ما جعلني أغضب قليلا على بعضهم. أما المشكلة الأهم التي اعترضتني فهي أن أحد المشتركين ذل لسانه وأفشى طريقة إعداد الطبق المراد تنفيذه، وهذا ما جعلني أفقد أعصابي وأحكم أن أحدا لم ينجح في الاختبار. إذن فأنت تعترفين بأن هذا الحكم لم يكن عادلا أبدا. نعم، لم يكن عادلا، وأنا السبب في ذلك. أنا أعترف بأنني لم أكن كفءا لهذه المهمة. نحن في اللجنة العليا لاختبار الصيادين ندرك تماما أنك أهل لهذه المهمة، وندرك أيضا أن النساء يتأثرن بالعواطف، وكثيرا ما تكون أحكامهن مرتبطة بما يشعرن به أكثر من الرجال، لهذا لا تلومي نفسك ونحن نقدر وضعك. سيدي، لكنني أصدرت قرارا نهائيا بعدم نجاحهم، فماذا سأفعل؟ لا تقلقي، حل ذلك عندي، سنجري لهم اختبارا آخر، وستكونين أنت المسؤولة أيضا عن التقويم. وعندي اقتراح آخر أرجو أن تأخذيه بعين النظر، ما رأيك أن يكون هذا الاختبار للجميع في طبخة واحدة؟ وعندها يكون الحكم واحدا للجميع، إما النجاح وإما الإخفاق. نعم، أنا موافقة على هذا الحل يا سيدي، إنه مناسب تماما، وأظن أن الجميع سيكون مرتاحين لهذا الحكم، أليس كذلك أيها المتسابقون؟ بلى، موافقون. يا لها من حمقاء. الوقت مهم جدا في هذه المسابقة، وأرجو أن تحددي مادة الاختبار، كما أرجو أن تكون سهلة في الإعداد. مادة الاختبار، وجدتها، الطبخة، بيض مسلوق. يا سلام، طبخة سهلة. هل سمعت؟ هل ستبقى معنا حتى نهاية الاختبار؟ أخبرني يا سيدي. اطمئني، سأظل معكم حتى النهاية، سأفعل أي شيء لاجتياز هذا الاختبار المزعج. ها قد وصلنا. أنا لم أرى في حياتي كلها مكانا مخيفا كهذا الجرف الرهيب. انتظروني، لقد نزلت لكي تحضر من هناك بيضة الطائر العنكبوتي، إنه يعيش هنا ويعلق بيوضه في شبكة ليحميها من الوحوش. ستطهون بيضا مسلوقا من هذا. ما هذه المصيبة؟ أي مجنون سيقفز إلى هذا الوادي العميق؟ انتبهوا جيدا، في الأسفل نهر سريع، ومن ينجو من السقوط فلن ينجو من النهر. رائع، كنت أنتظر شيئا كهذا، ما رأيك بذلك يوريو؟ إنها ممتعة جداً، وأظن أنها أسهل بكثير من الجري أو طبخ طبق لم أسمع به من قبل. هيا بنا نذهب. اتبعوني. وداعاً. ما لكم أنتم؟ هل انسحبتم؟ الانسحاب أيضاً يتطلب الشجاعة، ولا تنسوا أيضاً أن هناك اختباراً آخر السنة القادمة. لقد أمسكت واحدة. ما هذا؟ النجدة. جون، أنت بخير؟ نعم نعم، أنا بخير. ذلك الولد مميز. لا تفعلها ثانية فهذا تهور. لا عليك، فهو بخير. لقد انتهى وقت جلب البيض، أروني من نجح في هذا الجزء من الاختبار. كنت كريما جدا معي، لكنني لا أستطيع أن أتنازل عن البيضة التي وصلت إلى يدي يا صديقي. أيها الأناني، سأريك. لا داعي لذلك.
البيضة لي. إنها بيضتي ولن أستغني عنها أبدا. رأيتها معه. على كل حال، لماذا قفزت لإنقاذ ذلك المتسابق؟ كان يصرخ ويقول النجدة. يا له من جواب سريع وجميل. كنت سريعا في فعلك وفي جوابك. من المبكر أن تفرحوا. لم ينتهي الاختبار كما تعلمون. المطلوب منكم الآن أن تعدوا لنا البيض المسلوق. دعوني أذكركم، زمن السلق مهم جدا في هذا الموضوع، فبيضة الطائر العنكبوتي ليست كالبيضة العادية في زمن سلقها، فإذا زاد الزمن المطلوب للسلق فستنفجر البيضة، وإذا نقص فلن تنضج، وهذا يعني الإخفاق. ماذا؟ ألم تنضج بعد؟ أنا لا أظن ذلك. هذه أول مرة أسلق بيضة في حياتي، ولا أعرف الوقت الذي تحتاجه كي تنضج. يا سلام. قلت يا سلام؟ يا سلام. ماذا يعني ذلك؟ فتى شديد الملاحظة. انظروا، هذه بيضة عادية، ومعكم بيضة الطائر العنكبوتي. تذوقوا وقارنوا. لذيذة. نعم، لكنني لا أرى فارقا بينهما. إنها لذيذة حقا. إنها لذيذة وهنيئة في الأكل مثل القشدة تماما. إن مذاقها الطيب يشعرك بالحيوية والنشاط، وكأنك طائر عنكبوتي تطير بخفة ورشاقة. صحيح، فأنا لم أذق مثلها في حياتي. ألا تستحق عناء صيدها؟ هذا البيض ألذ من ذلك الرز. أنا أشعر بشعوركم جيدا. عندما ننتهي من هذا الاختبار سأعود إلى هنا لأخذ معي عددا من هذا البيض. ها؟ تفضل سيد تهد وتذوقها. سأتذوقها. لذيذة؟ لذيذة جدا، لذيذة حقا. لم أتوقع أن تكون بهذه اللذة. انتظروني، سأعود السنة القادمة. سأخبركم أن 42 متسابقا نجحوا في هذا الاختبار. لقد انتهينا من هذا الاختبار بنجاح. كل هذا كان بجهودك يا سيدي. كان من بين المتقدمين من يبشرون بالخير. هذا جيد جدا، لكن امتحانا صعبا بانتظارهم. ترى كم واحدا سيبقى منهم حتى النهاية. أرجو أن يكونوا عند حسن ظني.